بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دون انا هتكلم على شخصين، واسف ان هيبقى فيه الفاظ خارجة، من عارف ان انا مش هقدر امسك نفسي. كلام على خالد الغندور، فطوطة الوزعة مع ان انا قصير، وعلى شيحة السمسار اللي في غفلة من الزمن بقى عضو في مجلس إدارة الإسماعيلي بالتعيين. أشكال ضالة تاني. بيتكلموا على الأهلي وعلى مجلس إدارة الأهلي وعلى جماهير الأهلي، ونسوا إن هما بالفيديوهات بتاعتهم دي خالد الغندور كان سبب رئيسي في مذبحة بورسعيد بالتهييج اللي بيعمله ده، بالكره اللي جواه ده ضد الأهلي وجماهيره، عشان منداس عليه بالجزمة. هنتكلم على خالد الغندور ومحمد شيحة بعد اللي عملوه امبارح. لان احنا كجماهير اهلي عادي جدا نتغلب، عادي مفيش مشكلة، نخسر عادي مفيش مشكلة، مفيش فريق بيقدر يكسب على طول. لكن احنا جماهير كيان مش جماهير اشخاص. اللي اتكلم على ادارة الاهلي وعلى النادي الاهلي نديله بالجزمة على دماغه ودماغ اللي مشغلينه، على دماغه ودماغ اللي مشغلينه. ما بقاش الا الكلاب الواطيه دي هي اللي تتكلم على الاهلي واداره الاهلي. احنا دايما كجماهير اهلي في ظهر اداره الاهلي. اللاعب اللي بيسيب الاهلي مهما كان مين بندوس، لان احنا مع الاهلي. فاي كلب يجي يتكلم على الاهلي واداره الاهلي لازم نديله بالجزم. البي خالد الغندور طالع بيلقح ان محمد حسن اللي طلع اعترف ان الكره لمست ايده اهلاوي عشان كان من ناشئين الاهلي. طب ما هو يا خالد يا غندور يا فرقع لوز يا اللي المستشار بيديهم لك، ها انت اعترفت بلسانك انه لعب سنتين في الزمالك يا روح امك. ما شفتش مدبولي كان بيعمل ايه لو هو بيلعب في الاسماعيلي قدامكم يا روح امك؟ بتنسى؟ لا، محمد حسن لعب في الزمالك، بتحسبه على الاهلي ليه؟ ها غلطان؟ وبعدين رجعت قلت ده ان اللعيب انكر، وبتلقى على كريم حسن شحاته انه مزور الكلام. لا يا حبيبي ويا روح امك، احمد العجوز قال بلسانه ان اللعيب قال له، طلع على قناه وقال ان اللعيب قال له ان الكره لمست ايده يا روح امك. انما انت بتزور صفحات وتنسبها للاعب يا مزور زي اللي مشغلك، ها؟ طلع تقول ان اللاعب بينكر. لا يا حبيبي، اللاعب ما انكرش، واللاعب قال لاحمد العجوز وقال انه ممنوع من المداخلات زيه زي بقيه اللعيبه وما يقدرش يطلع يقول الكلام ده، لكن بلغ احمد العجوز واحمد العجوز قال الكلام ده. يا كذاب انت وشله هزازين ديولهم، بتناموا على بطنكم عشان تقبضوا من القناه، ومرتضى منصور راكب فوق دماغتكم وبيديكم بالجزمة وبالشلاليت في مؤخراتكم، صح ولا غلط؟ بتوطي دماغك قدامه يا حبيبي. ماشي، هنكمل مع بعض. قاعد تتكلم وزعلان ان هما بيسالوا اللعيب وساعات وبيعملوا، وبتقول كنتوا بتسالوا فين؟ طب فين كان ربنا لما مش عارف ضربه جزاء مش عارف مين سنه كام وضربه جزاء سنه كام؟ طب وكان فين ربنا يا روح امك لما الكونفدراليه الوحيده اللي انت فزت بيها كان فيها جون داخل فيك، لو كان الحكم كان شافه ما كنتش كملت في الكونفدراليه وكنت طلعت. بتنساها دي؟ ها؟ بتنساها صح؟ طب الكاس اللي قبله اللي انت كسبته من الاهلي، الماتش اللي قبله في قبل النهائي قدام اسوان وصلت ازاي يا حبيبي؟ مش بالتحكيم؟ طيب بلاش السنه دي قدام بروكس الكاس اللي انت مكمل فيه ده وفرحان بالستة واحد، ها؟ الستة واحد، ها؟ الستة واحد اللي انت كسبت بهم المقاولين، انت كملت وقابلت المقاولين ازاي؟ بروكس ايه اللي حصل قدامه يا روح امك؟ وبوليد عبد الرازق الحكم الاسماعيلاوي المعرض يا حول، ماشي يا حول بالحاها اهي بالحاها، ماشي يا حول، ها؟ ما بتتكلمش في الكلام ده ليه يا روح امك؟ انت وشله الهزازين اللي ورا منك يا روح امك، ها؟ وعلى فكره كلمه يا روح امك دي موجوده على قناتكم بتتقال بدل المره 10،
ها؟ طلع تتكلم على اداره الاهلي. طيب هقولك، عمال تنشر لنا في بوستات، ما كنت تجيب لنا اللعيب. طب ما تخليك ذكر وتجيب احمد العجوز وتساله تقول له اللعيب قال لك ولا ما قالكش، ما تخليك ذكر وتجيبه. انما مستضيف لي واحد سمسار لعيبه، مع احترامنا لكل وكلاء اللاعبين يعني، جايب لي واحد سمسار لعيبه وصل للمكان ده عشان سمسار، جاب له كام قرشين من بيع لعيبه؟ امثالك وامثالهم اللي بيعملوا التعصب، وهم اللي سببوا في مسبحه قبل كده. تعال لي بقى انت يا شيحه بقى، زعلان من جماهير الاهلي انها هتفت ضد الاسماعيلي؟ وانتوا ما بتهتفوش ضد الاهلي يا شيحه، ولا الادب بيخر من ده انت كائن ماشي. يا رب تكون وصلت يعني، يا رب تكون وصلت. اكيد انت فاهم انا برمي على ايه، عشان لو في حد بس محترم اتفرج على الفيديو ده. انتوا بتكرهوا الاهلي يا حبيبي، انا عشت في اسماعيليه وعارف بيقولوا ايه، انا عشت في اسماعيليه وعارف بتقولوا ايه. المدينه الجامعيه اترجمت يوم ما الاسماعيلي، يوم ما الاهلي فاز على الاسماعيلي في ماتش النهائي فيصل الدوري 4-3. ها المدينه الجامعيه انا كنت عايش فيها اترجمت، اترجمت وجي الامن، مع انكم كنتوا فايزين، كنا احنا فايزين. اه والله كنا احنا اللي فايزين ساعتها. واحد زميلنا اتضرب بالمطوه لمجرد انه اهلاوي وما اتكلمش، وعشان ماشيين في الشارع بس، وكنتوا انتوا اللي كسبانين الكاس من الاهلي ساعتها عادي يعني. لا لمجرد ان هو ده شكله غريب مش اسماعيلاوي انضرب بالمطوه على فكره يعني. انتوا عندكم الناس بتقول نشجع مكابي تل ابيب لو هيلعب قدام الاهلي، ودايما بتهتفوا قدام الاهلي. وبعدين طالع بتتكلم بتقول ان الاهلي صفاك من اللعيب. طب ما تخليك ذكر وتقول ان المعرض اللي انت قاعد قدامه في القناه دي يعني النادي بتاعه خد منك كام لعيب. شوف انت استفدت من الاهلي، انت عمرك ما تعرضت للي انت فيه ده ايام ما كان الاهلي بياخد منك لعيبه وكان بيدي لك لعيبه. الاهلي بقاله كام سنه ما خدش منك لعيبه يا امور انت يا حيلتها يا ابو شخه، بقاله كام سنه ما خدش منك لعيبه، وبقالك وشكلكوا بقى عامل ازاي. انما اخر مره شوف انت ايه اللي حصل مع ابراهيم حسن اللي راح الزمالك، اتطبق عليك عقوبات؟ عمرك اتطبق عليك عقوبات في التعامل مع الاهلي؟ الاهلي طول عمره محترم غصب عن امثالك وامثال اللي انت بتتكلم معاه. ها طيب خليك معايا، الغندور بيسخنك ويقول لك ما هو اصل مجلس اداره الاهلي اللي مطلع اتوبيسات للجماهير. طب ما انت يا غندور رئيس النادي بتاعك هو اللي كان مطلع الجماهير، ايه المشكله يعني؟ هو مجلس الاداره مسؤول عن سلوكيات الجماهير؟ انت مجلس اداره انت مجلس ادارتك مسؤول عن تصرفات جماهيرك؟ طب ما جماهيرك كانت بتسب الاهلي، طلع رئيس ناديك ولا طلعت انت يا حول قلت هتافات الجماهير مرفوضة؟ انما انت قاعد في قناة كل اللي فيها موطيين دماغهم وبيناموا على بطنهم وينكفوا على بطنهم علشان خاطر الفلوس اللي بياخدوها في كل حلقة باعوا ضمايرهم، واليوتيوب مليان باللي كانوا بيقولوا عليه على مرتضى منصور قبل ما يجوا في القناة، وكانوا بيشتموه بيسبوا فيه، وكانوا بيسبوا له وبيكيلوا له، جابهم عشان يبطلوا شتيمة فيه. انما ما نلاقيش صحفي محترم يجي قناة الزمالك، فين فتحي سند المحترم؟ فين محمد سيف المحترم؟ ما بيجوش قناتكم ليه؟ عشان عارفين اللي بيجي لازم يوطي دماغه عندكم. وليد صلاح عبد اللطيف قال الكلام ده، كريم حسن شحاتة قال الكلام ده، وليد صلاح عبد اللطيف وطلع واعتذر وقال كنا مجبرين. انت نفسك اعترفت ان انتوا بتبقوا مجبرين في القناة يا اتكلموا على الاهلي وما بيروحش اسماعيليه. شوف الاهلي اداكوا ايه في اسماعيليه يا حبيبي، بركات نفسه اللي اتعادلنا معاه 4-4 وفزتوا بالدوري ساعتها يا اسماعيلاويه ويا اسماعيلي. شوف اداكوا قد ايه، احنا ادينا للاسماعيلي في اسماعيليه 6 و5 و4 في اسماعيليه عاديه بتحصل وحصلت كتير،
فكرش يعني ان استاد الاسماعيليه مرعب مع الاهلي، انما معروف السفاله وقله الادب والكره اللي عندكم ضد الاهلي، مع ان في عندكم ناس محترمين وقالوا ان اللي بيحصل من جماهير الاسماعيلي ملوش مبرر، لان كل اللي بيتقال وبيتروج له من زملكاويه امثال اللي انت بتتكلم معاه الحا، هما دول اللي بيعملوا التعصب، التعصب اللي احنا فيه ده دلوقتي عشان قلة ادبك وسفالتك اللي انت طلعت اتكلمت بيها على الاهلي وعلى مجلس ادارة الاهلي. احنا ما نقبلش لا كلام على الاهلي ولا كلام على مجلس ادارة الاهلي. وانت يا خالد يا غندور بتقول له لا المفروض مجلس، بيقول لك الراجل بيقول لك ان مجلس ادارة الاهلي اتعامل معاه باحترام وقالوا لهم معلش وكانوا بيطيبوا بخاطرهم يعني، تقوم انت تسخن تقول له لا المفروض يطلعوا بيانات يشجبوا، وانت كان رئيس ناديك طلع بيانات بيشجب؟ رئيس ناديك يا حبيبي ما بيطلعش بيانات غير لما هو اللي بيتشتم وبيتهزق. وبعدين اذا كان انت يا خالد غندور بتتهزق وبتاخد على وشك انت واللي قاعدين في القناه عشان هو اللي مظبطكوا فلوس بس، وكلها من فلوس الزمالك مش من جيبه، بيدوكوا فتافيت من السمسره اللي ابنه بيسمسرها في الصفقات عشان تطلعوا تهيسوا له وتطبلوا له. شوف قال ايه على ميدو، قال ايه عليك قبل كده، وشوف دلوقتي ليه ميدو طالع بيقول مرتضى منصور عشان عاوز يترشح نائب رئيس نادي. طيب هنشوف اللي هيحصل، وهتاخدوا على وشوشكم وهندوس عليكم بالجزمه. انا ما بتكلمش على الجماهير، ما بتكلمش على النادي، انا بتكلم على امثالك يا خالد يا غندور انت وشيحه ومرتضى منصور، تاخدوا في جنابكم، تاخدوا في جنابكم. اي بني ادم واطي هيتكلم عن الاهلي او اداره الاهلي جماهير الاهلي هتفرموا، وانتوا عارفين يعني ايه جماهير الاهلي. ده احنا عندنا لعيب قلصه طلعنا لفه العالم كله دلوقتي، العالم كله، عشان تعرفوا قيمه جماهير الاهلي. وانت يا خالد يا غندور بتقارن نفسك بالاهلي وتقول لي الاهلي بياخد رعايه قد مرتين ثلاثه اربعه، احنا المفروض ناخد قد منك 10 مرات يا حبيبي. انت لما الرئيس ناديك قال لا كل واحد يبيع لوحده ما عرفتوش تبيعه اصلا، واحنا ضعفت مره واثنين وثلاثه واربعه، انتوا عندكم شويه بقر بيديروا، مفيش اداره اصلا، شويه دلادير. جمال عبد الحميد يبقى قاعد ويتقال قدامه من الضيوف ها ان مجلس اداره الزمالك ملوش لازمه هو مرتضى منصور، وهو قابل على نفسه انه يتقال عليه كده عشان ايه؟ مفيش كرامه، بايعين نفسكم، مكفيين على بطنكم، وبينداس على دماغتكم بالجزم في قلب القناه من مرتضى منصور. انت يا خالد غندور مهزقك كم مره، ويا شيحه بتقول ان مرتضى منصور محترم، انت كده اتعرف تمامك يا ابني، انت كده اتعرف تمامك لما بتقول على مجلس الاداره راضي عن اللي بيحصل، مجلس اداره الاهلي راضي عن تفادي الجماهير وان اللي محرضه، وتقول على مرتضى منصور انه محترم، يبقى انت اتعرف تمامك انك بني ادم ما انتش محترم، انت بني ادم مش محترم. وعشان انا بس محترم اللي ممكن يسمع الفيديو ده مش راضي اقول عليك كلام تاني، لكن انت عارف ايه اللي ممكن يتقلب والامثاله. واسف للناس اللي بتسمع، بس كل الاشكال الكلاب الضاله دي لازم تاخد على دماغها، ويا ريت كل جماهير الاهلي تعمل كده. انفخوا الاثنين دول، وانفخوا اي حد يتطاول على الاهلي او مجلس اداره الاهلي، ما ترحموهوش، خليه ما يعرفش يمشي في الشارع. ولينا لقاء ان شاء الله.